ولكن اشتد الغلاء، وهذا هو الاشكال في الساعة التقليدية المغربية انه تنضدر بيوم الى الاخر، ان هناك اشكال اللي احنا حاسين به وما كاينش ابداع. اذا كانت الساعة يعني بالاطمئنان ساعة كتكون في المستوى، راه كنظن ان البارع المغربي وغادي يعني غادي يعتبر المطلب ديالو انه يجد شي حاجة اللي تكون في المستوى، لانه هذا هو الاشكال اللي غنركز عليه. المعاناة اللي كان كيعاني الصانع لأنه كيشتكي من الأسلحة اللي كتكون الثمن مرتفع. والسلام عليكم. بدوري أشكر كل الجهات التي كانت وراءها وتقديمها للناس الآخرين لا مقصودا ولا مسروقا ولا منهوبا ولا متعديا عليه. فحتى المسجد الذي هو فيه يعني الاجر انك تعطي الارض شيء، ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يؤدي يعني ثمن وقعه ارض المسجد حتى يبني مسجده النبوي الشريف. اذا اول المبادئ اللي هي عندنا وهي العداله، العداله في 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 البناء، عدم اغتصاب الارض الى غير ذلك. هناك كذلك بعض المبادئ التي صنفها الباحثون والعلماء والمنظرون في شأن العمارة تنبني على شيئين اثنين، لا ضرر ولا ضرار، ميمكنش تبني ونضر بك، ميمكنش إذا ضربتي بيا عاوتاني درت لك الضرر. هذا هو المبادئ العامة اللي كتحكم الجوار بين الناس، سواء في عملية البناء أو في عملية العيش المشترك. وكذلك العرف، العرف يعني ما تعرف عليه الناس من عادات ومن تقنيات ومن مواد موجودة في هذه المنطقة وغير موجودة في هذه المنطقة إلى غير ذلك. فكانت هذه أهم أشياء اللي حكمت المبادئ الأساسية اللي حكمت المعمار الإسلامي. وجبنا واحد التفصيل اللي هو بسيط واللي هو ربما كيدخل في الموضوع ديال المعايير. ذي كيقول في النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث أنه ما يمنعش أحدكم جاره أن يغرز خشبا في جداره، ما يمنعوش باش يغرز الخشب في جداره. وهذا الشيء اللي اعطى على أنه المدن ديالنا كنلقاو الجدران كلها مشتركة، يعني كتلقى جدار واحد بين الجيران وهو حامل لكل الضغوطات اللي كتجي من أسقف من هذه الجهة ومن هذه الجهة. وهذا دليل على يعني تماسك المجتمع. اكثر من ذلك لما كنقولوا كنجولوا في المدن ديالنا حتى الناس اللي كانوا فيها او فاس او مراكش او غيرها من المدن، كنوجدوا ديك الصابات وكنوجدوا البرز وكنوجدوا واحد بعض الاحيان واحد التعقيد يعني فضائي مجالي اللي تيصعب الفهم ديالو. هذا كله جاي من ديك التلاحم وديك المبادئ ديال الجوار اللي كتكون بين الناس، بحيث انك كتلقى الصبا كيتفاهموا الجيران انه يبنيوها واحد راه ياخذ الفوق ديالها واحد ياخذ السي ديالها على حسب الحاجيات ديال التصميم المعماري اللي كاين. الوسط يقسموها على جوج بهذا الشكل هكذا، واحد تياخذ اليمين واحد تياخذ الشمال. ولذلك نحن نعتقد انه المدن ديالنا على الاقل في المغرب، المدن ديالنا فاس، مكناس، مراكش، على الأقل المدن اللي هي مصنفة تراث عالمي، 30 مدينة كلها، يمكن أن تعتبر نموذجا حيا للمدينة العربية